بنيتشر لليوم بنرحب بدكتور جوزيف الاسد عميد كليه الهندسه بجامعه روح القدس بالكاثليك، ورح نحكي عن كيفيه توفير الطاقه ببيوتنا بفصل الشتاء. صباح الخير دكتور. صباح النور. اول شيء كنا عم نحكي قبل الهواء انه عم تقلي ممكن نقدر نوفر طاقه بالشبابيك والبواب والبرادة عنا بالبيت، رح نحكي عن كثير نصائح بهذا الموضوع، بس هيدي النقطه بالذات استغربتها. صحيح، البرادي الهدف منه مش بس ديكوراتيف، يعني عادة لما نركب برادي مش الهدف بس هو للزينة. اليوم نحن لما نكون عم ندفي البيت وعندنا شباك، إذا الحرارة برات البيت أو من تاني ميلة من الشباك بفرق أكثر من 7 درجات حرارة ما بين برا وجوا، رح نشوف أول شيء بداية الفورماسيون تبع الرطوبة، يعني ببلش يعرق الشباك. هيدا الشيء اول شيء بضر بالصحه، بس هيدا دليل على انه التدفئه اللي عم ندفيها جوا نحن عم تنتقل ثرو الازاز لبرا. كرمال هيك البرادي بيلعبوا دور جدا اساسي، والدور المهم بالبرادي يكونوا برادي من السطح للارض، وبالتالي بنعمل عزل ما بين الحراره اللي عاليه اللي جوا والحراره اللي منخفضه اللي برا. يعني ما بقى في بيكون كونتاكت بين الهواء اللي دفيناه جوا مباشر مع الهواء المسقع برا. هيدي اذا ما نحكي اول شيء عن البرادي. يعني سماكه البرديه كمان هون بتلعب دور اساسي؟ فعليا لا. هو اللي بيلعب الدور الاساسي هو حاجز الهواء اللي رح نعمله ما بين البرديه والازاز. يعني بمجرد ما انه نزلنا برديه رح يكون هيدا شيء اساسي، انه قدرنا نحن ما عاد في كونتاكت مباشر ما بين الهواء المدفى جوا والازاز اللي بتكون حرارته اسقع، او الحيط اللي بتكون حرارته اسقع كمان، اي حيط خارجي. هلا البراده مهم كثير ننزلهم بالليل، بس كمان بالشتويه نحن بننسى انه اليوم عم نستفيد من الشمس كمصدر طاقه للكهرباء، وهذا شيء كثير منيح بلبنان، بس كمان الشمس هي مصدر للحراره، سو كمان اساسي خلال النهار نقدر نفتح البرادة لنخلي الشمس تفوت، بالذات على الشبابيك الجنوبية أو الغربية. نعم. نخلي الشمس تفوت لندفي الانتريور تبع البيت، وبعدين نرجع ننزل البرادة خلال الليل لنحافظ على كل التدفئة اللي عم نعملها جوا. نعم. في نصايح تانية كمان من الشوفاج يمكن الشميني لكذا موضوع، نحن هدفنا نقدر نوفر طاقة وبنفس الوقت نأمن تدفئة عالية خلال الشتاء، خصوصا هلا مع أزمة الكهرباء والأزمات كلها المتلاحقة. إذا بدي خلينا نحكي كلمتين صغار عن موضوع الأزمات اللي عم تجي، اليوم العالم كله سوا رجع عم يحكي بتوفير الطاقة، أوروبا عم ترجع تحكي أكثر وأكثر بتوفير الطاقة. عم يحكوا بتوفير الطاقة مش من مبدأ بيئي بس، من مبدأ أمن طاقوي من إلا أو energy security، لأنه وصلوا لمحل صاروا مضطرين يوفروا طاقة. بلبنان نحن لحسن الحظ توفير الطاقة رجع شغلة صار أساسية لما صرنا عم ندفع السعر الحقيقي أو السعر الغالي للكهرباء، مش مثل ما كنا قبل ندفع أسعار مدعومة، صار منطقية وصرنا نفكر أكثر وأكثر بتوفير الطاقة. واليوم على غيار الموسم كرمال هيك نقينا هالتوبيك، نعطي شوية تبس صغار وعمليين للعالم كيف يقدروا يوفروا طاقة بالبيت على صعيد التدفئة. شغلة تانية ما حكينا عنها بعد بتتعلق شبيهة بموضوع البرادة هي السجاد. كمان السجاد دوره جدا أساسي، لأنه نحن لما عم ندفي الأوضة من جوا الهدف نعزل الأوضة مع كل شيء ممكن يكون كونتاكت لخارج زون اللي دفيناها، وبالتالي عزل الارض كمان السجاده بيلعب دور اساسي لنقدر نحافظ وما يكون في كونتاكت مباشر ما بين الهواء المدفى جوا وسرفاس مسقعه، وهون دور السجاد. اذا ما ننتقل لموضوع الشوفاج ما ننتبه لكذا شغله وكذا شغله اساسيه. اول شيء صيانه الشوفاج سنويا شغله ضروريه، تنظيف الشوفاج سنويا شغله ضروريه. الفرق بين شوفاج عم بيحرق حريق اللي لازم يحرق بشكل مظبوط، وشوفاج تعبين مش معمل له صيانه سنتين او ثلاثه ممكن يوصل للخمسه لستة لتر بالساعه. اليوم يعني عم نحكي تنكي كل 4 ساعات أكيد. تقريبا 800 يعني هون بدنا نوفر، نحن بدنا نوفر مصاري وبدنا نوفر طاقه بنفس الوقت، يعني هن عم بيكملوا بعضهم. اكزاكتلي، ما هي اليوم توفير الطاقه اكيد رح ينعكس على توفير اقتصادي ومالي باخر الشهر، سو تنظيف الفرنس او تنظيف بيت النار تبع الحراق تبع الشوفاج شغله اساسيه كل سنه. شغله ثانيه لازم ننتبه لها،
نحن في عنا تقريبا لصز ممكن يوصلوا ل 30% الحرارة نخسرها بالقساطر اللي طالعة على البيت. القساطر المفروض تضلها معزولة، إذا ما بعرف إذا منتبهتين ونشي مرة بيعزلوهم بسفنج أسود. هذا السفنج الأسود المفروض يضلهم مغطى كل القسطر، إذا ما نزلتي لتحت مش هتقشع عيون. سو مية 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 بدنا نأكد على طول إنه القساطر تبعنا معزولين لحد ما يوصلوا للبيت. الشغلة الثالثة اللي لازم ننتبه لها بموضوع الشوفاج، الرادياتور تبع الشوفاج المفروض ما يكون في شيء ملزق فيه، يعني اتليست بدنا نعطيه 15 ل 20 سنتيمتر هواء، لانه الرادياتور هو فعليا بدفي الاوضه لما يصير الهواء يعمل سيركيلاسيون، يقدر الهواء يبرم برمته بين الشفرات من فوق ويرجع يطلع من الارض او بالعكس حسب عن شو عم نحكي. سو هيدي شغله جدا اساسيه نقدر ننتبه للرادياتورات يضل في عندهم المسافة اللي بتسمح لسيركيلاسيون الهواء، وهون كمان الأرقام كتير كبيرة. نحن أجمالا بيكون ملزق بالحيط. إيه بس من تاني مال بدك من مالة الأوضة. مالة الأوضة ما بده يكون فيه ولا شيء. يعني ما في من لزق الصوفة إذا بدك، ما لزق الفوتاي بالشوفاج دغري، وإذا عاملين كش رادياتور الكش رادياتور يكون عنده فتحات واسعة كفاية تقدر تخلي الهواء يبرم، أو أتليست نفتح الكش رادياتور لما نكون مدورين الشوفاج. نعم. شغله تانية اساسيه حكيتي من مالة الحيط، في شيء بيقولوا لهم هيت راديتنت فيلمز، يلي هي بتجي نوعا ما شيء بتلزق على الحيط. الحراره اللي عم بتروح صوب الاوضه هي بتشكل 50 ل 60 باحسن الحالات 70%، وفي 40% من الحراره بنخسرها بالحيط نحن، يلي بتكون عاده يا اوضه تانية. بس كمان بالنظريه بتقول انه مهم ندفي الحيط كمان. مزبوط، بس ندفي الحيط اذا كان داخلي مش اذا كان خارجي. سو هون فينا نجيب هول انواع الفيلمز يلي هن بيرجع بيعكس هاي الحراره، ما بيخليها تروح على الحيط، بيخليها ترجع تفوت على الاوضه، وبالتالي كمان بنكون عم نقدر نعلي من كفاءه سيستم التدفئه تبعنا. بما يتعلق بعد بموضوع الشوفاجات، شغله جدا اساسيه يلي هي اوقات بدها هيك شويه افور او بيهيفيرال تشينج، شويه تغيير بطريقه التصرف. ندفي بس محل ما نحن قاعدين ومحل ما نحن بحاجة. يعني إذا أنا الساعة 9 ما بقعد بالسالون، بقعد أكتر أوضة قاعدة وأوض نوم، بقدر سكر الراديتورات تبع السالون. هيدا الشيء بيعمل هيوج سيفينجز، يعني فيها توصل ل 30-40%، لأنه بتعرفي منيح أنه أغلبية العالم بدوروا الشوفاج من آخر بعد الظهر لا تقريبا أول السهرة. صحيح. وهون كمان أساسي نطفي الشوفاج بس نفوت النام. يعني هلا بتضيع بتلاقيهم لا بيتركوك الليل. و هلا اذا الحراره اذا مضطرين نتركه كل الليل مهم كثير نوطي حرارته. يعني كمان بعد ما حكينا عن حراره المي، ترموستات المي تبع الشوفاج المفروض ما يتخطى 80 او 82 درجه، الافضل يكون بين ال 70 و 80 درجه، وكل 6 درجات بننزلهم. يعني اذا حطينا بدل 82 76 او 75 قدرين نوفر بحدود ال 15 ل 20% على فاتوره المازوت تبعنا. نعم. هاو عم نحكي دايركت سيفنجز، يعني لما كنا قبل كان طن المازوت مليون ومليون ونص، كنا نسمح لحالنا ما نفكر بهالسيفنجز. اليوم اذا ما بدنا نفكر من بعد بيئي، المفروض صار اساسي وضروري نفكر من بعد اقتصادي، لانه أكيد. اليوم طن المازوت عم يعني نحكي هو البعد بين 30 و 40 مليون. اكثر صراحه نحن بوضعنا بلبنان، الناس يعني عم تفتش كيف بدها توفر ليره من هون وليره من هون. صحيح. حتى في كثير ناس التجأوا لكذا انواع تدفئه بالشوفاج، يعني غير المازوت عم نشوف الغاز كمان. الغاز كمان قادر يوفر مثل المازوت ولا لا؟ حسب البيوت، يعني الغاز هو افيشنت كثير اذا عم نحكي عن مساحات تحت ال 120 متر مربع. وإذا على الواطي مش بالجبل كمان على الساحل. تماماً. وإذا على الساحل مش بالجبل، المازوت بياخد شوية وقت أكتر ليدفي البيت ليوصل للحرارة، الغاز أسرع بس كمان بحافظ على البيت أدفئ بشكل أسرع، وهذا كمان في دور أساسي للرادياتور إذا كانوا فونت ولا ألومنيوم. بس كمان اليوم العالم توجهت كتير على الطاقة المتجددة، على رينيوبل أنرجي. بموضوع التدفئة بدنا نضوي على موضوع هو الشوديرات يلي بتشتغل على نشارة الخشب أو جفت الزيتون، يلي هني كمان بيشتغلوا على المازوت، بس كمان إذا قدرنا أمننا، واليوم صار السعر كتير كومبتيتيف نظرا لفرق السعر
جفت الزيتون هو الريزيدو اللي بيبقى بعد ما يعصروا الزيتون بنشفوه وبيعملوا منه نوع من الفيول اللي فينا نستعمله كمان للتدفئة. هودي كلهم صار بما أنه فرقت كتير أسعار الطاقة اللي كنا ندفعها من سنتين لليوم، صرنا مضطرين وصار economically feasible بقولوا، يعني صارت بتوفي معنا بالعربي نروح على solutions مثل هيدي، بالذات إذا شوديرتنا قديمة، وإذا الشودير قديمة ضروري أكتر. أكيد يعني صارت تصرف أكتر، يعني نحط هالإنفستمنت بتجديد الشوديير أكتر ما نحطه بشريط المازوت. تماما، هي هيدي عطول الديلام اللي منوقع فيه، منعمل الإنفستمنت كيباكس يعني بالأول ومنوفر بعدين، أو منضلنا نستنزف حالنا صحيح. عطول ويوجولي فترة استرداد الانفستيسمون اللي بدنا نعمله، يعني قد ايه الوقت اللي بده يقطع لكون قدرت استرديت هيدا الشيء، هو يوجولي كان يكون كتير عالي نظرا للأسعار السابقة. بس اليوم كل اللي حكيناهن هو منقول لهم low cost أو no cost actions، يعني فعليا باستثناء غيار الشودير عم نعمل إشياء behavioral نقدر نغير طريقة تصرفنا نوفر فيها كهرباء طاقة بشكل عام. إذا ما نحكي عن توفير الكهرباء وشغلة ضرورية نحكي عنها كمان، نحن بالشتاء إجمالا نقعد ببيوتنا أكتر، منضوي أضوية أكتر، منضوي قبل لأنه عم تعتم قبل، يعني كمان هون عم تزيد مصروف الطاقة 100%. هون صرنا عم نحكي عن الكهرباء وهذا اللي كان بدنا نروح عليه، اللي هو كيف نوفر كهرباء سبيسيفيكلي أكتر من ما هي بالتدفئة. يعني اليوم كل العالم صار بيعرفوا اللمبات الموفرة للطاقة أو هن السي اف ال لمبات التوفير، LED المفروض نتوجه له أكتر وأكتر. مزبوط بيقولوا لك حق لمبة الليد اليوم بار اكزامبل خلينا نعطي مثل 4 لـ5 دولار اكومباري مع نص دولار أو دولار لللمبة العادية الانكانديسانت. بس اليوم هيدي اللمبة ذاتها اللي عم نحكي عنها رح تطلع لكم 5 دولار كل 6 لـ7 أشهر. أوكي. بمجرد ما أني غير لمبة عندي بالبيت من لمبة عادية للمبة ليد، أنا عم بوفر كهرباء ما قيمته 4 لـ5 دولار كل 6 أشهر. يعني مفروض بقى نتطلع من وجهة نظر مزبوط يكون الدافع اقتصادي، بس كمان نتطلع من وجهة نظر بيئية، لأنه قبل كان الموضوع البيئي كان لوكس، اليوم صرنا عم صار نضرب عصفورين بحجر، يعني صار ضرورة وحاجة تماما 100% مثل ما عم تقولي حضرتك. اليوم إذا جينا اطلعنا على البيت كله سوا as a unit إذا بدك، حكينا عن التدفئة، حكينا عن الكهرباء والإنارة، بدنا نحكي كمان شوية إشياء تبس كيف نشتغل بالبيت. موضوع الغسالة والنشافة موضوع أساسي مثل ما قلتي، ما بقى عم ننشف هلأ بالنشافة. طيب أحسن وأحسن، وفرنا أكثر شيء كهرباء، ما عم تجي الكهرباء. الغسالة بدنا نحكي عن الغسيل، الغسالة نحن المفروض ما ندور الغسالة غير ما يكون عندنا غسلة كاملة بتعبي الغسالة. عم نحكي عن 40% سيفينجز مي و30% سيفينجز كهرباء ما بين غسلة كاملة أو إذا غسلناها على أكثر من غسلة وقسمنا الغسيلات. هذه شغلة أساسية، الغسالة لما نحط الغسيل فيها المفروض يبقى الغسيل أوطى من رأس الجرن بـ4 لـ5 سنتيمتر. يعني هالقد منعبي الغسالة، وهيدي أفضل طريقة نقدر نستفيد من الكهرباء ومن المي اللي عم ندفعها لنغسل تيابنا. النشافة نفس الشيء بحال قررنا نستعمل النشافة إذا كان كتير الطقس عاصف. الشغلة اللي كمان لازم نضوي عليها براداتنا، البرادات لازم اليوم بفصل الشتاء ننتبه لشغلتين. أول شيء الرطوبة بقلب البراد اللي هي بتأثر كتير على نوعية الطعام وقديش رح نقدر نحفظ الطعام بقلب البراد. البرادات الجديد فيهم صار فأس دغري بتقلب بين وينتر وسامر ساتينج يلي هني بتوطي كمية الرطوبة وبتعلي شوي الحرارة. والبرادات إذا ما كانوا جديد بدنا نشتغل على بيكون مفتاح للحرارة ومفتاح للرطوبة، الرطوبة لازم تتوطى والحرارة لازم تتعلى شوي. آخر شغلة بدنا نقولها بموضوع البراد، ننتبه البراد ما نلزقه على الآخر بالحيط ويضل عنده كمان مجال يقدر يتنفس ويتحرك الهواء على هذا الصعيد. نعم.
بدي اسالك عن الجرين انرجي، او هلا التوجه العام عم بيكون نحو الطاقه الشمسيه لتوليد الكهرباء. في كثير ناس تشجعوا وعملوا انفستمنت وراحوا اشتروا طاقه شمسيه، وفي كثير ناس بعدهم متخوفين من هذا الموضوع، اول شيء بسبب تطور هالتكنولوجي كل يوم بعد يوم، وثانيا بسبب انه عم نستفيد منها كم شهر بالسنه. قد ايه هون بتجي النصيحه انه نحن ضروري كم شهر؟ السؤال الاساسي عم نستفيد من الطاقه الشمسيه نحن اذا قدرنا شوي، اذا بدك عملنا مانجمنت للاكسبكتيشنز تبعنا، يعني نعرف شو رح تعطينا الطاقه الشمسيه. فعليا الطاقه الشمسيه رح تعطيك لحد على طول اكثر من 40% من الانستولد كاباسيتي، من قديش ركبنا تقريبا بلبنان بحدود 310 ايام بالسنه. يعني عم نحكي 10 اشهر. لما عم نحكي عن 10 اشهر انا عم بقدر اخذ سورس كهرباء ببلاش كومبيرد مع اللي عم بدفعه حاليا اليوم ببيتي 16 و17، بس اذا بدك من الاخر لنقولها. شو النصيحه اللي بدنا نعطيها بهذا الموضوع؟ لازم نركب طاقه شمسيه اذا قادرين نركب طاقه شمسيه، هيدي اول نصيحه، لانه نحن عم نحكي تقريبا عن 2000 ليره كلفه الكيلوواتر من الطاقه الشمسيه كومبيرد لشو عم ندفع اليوم 15 و16 و17 الف ليره. نعم. يعني اي انفستيسمون عم نعمله بالطاقه الشمسيه اذا معمول صح المفروض يرد حقه باقل من سنتين بلبنان. واذا بتسمحي لي اعطي نصيحه ثانيه على هالصعيد هيدا، نروح عند شركات هن بروفيشنالز تركيب طاقه شمسيه، لانه عم تواجه كثير مشاكل تماما، يعني نوعيه التركيب. وهلا ان شاء الله لا، بس بعتقد بالشتويه رح يبين فعليا الكاليتي المنيحه من الكاليتي مش منيحه تبع الانستوليشن. نعم. لانه وشفنا كثير حالات، يعني طاروا الالواح وانستوليشن يمكن كمان ما قدرت تشرج مزبوط، يعني عم بلشنا نشوف. برجع بقول لك موضوع التشريج مزبوط او عدم التشريج مزبوط هيدا شيء بمحل معين تقني ومش كثير قادرين نتحكم فيه، لانه اذا في شمس رح تتشرج، اذا تركبوا صح بالاتجاه الصحيح من دون ما يكون في شيدنج عليهم، يعني ما يكون في خيالات عليهم، هون المفروض يعطونا نتيجه، ونتيجه منا عاطله تكون. اكيد ما فينا نكفي حياتنا مثل ما كنا نشتغل لو انه الكهرباء جايه، نحن عم نشتغل على الطاقه الشمسيه، بدنا نعمل سكجولينج بطريقه مختلفه، يعني نغير توقيت الاشياء اللي بنعملها بالبيت. نعم. ونقدر نتحكم بهالشغله هذه. شكرا كثير لك دكتور جوزيف الاسد، عميد كليه الهندسه بجامعه روح القدس بالكاثوليك، وشكرا على النصايح اللي اعطيتنا اياها. مشاهدينا لهون تكون خلصت فقرة نيتشر، بناخذ وقفة ومنتابع من بعدها.